اخنوش انا غنخاطبك بشكل مباشر، ما غاديش نخاطب شخوص الدوله ونقول لها تخينا شوفوا اش كيدير خصو يمشي بحاله. على ما يبدو الدوله ما عندها ما تدير امام انعدام البديل، ما بقاو لا اسلاميين لا المغاربه مامنين بشي يسار لا شي مرجعيه تغري الناس، وبالتالي في وسط من هذا الفراغ كاين بزناس بحالك شاري السوق. لذلك لن اخاطب الدوله، ساخاطبك انت ودوك اللي جامع عليك داك رشيد الطالبي العالمي واجار وديك الشقله ديال الشباب اللي مطمع تاكلوا معاك ويشربوا باش تبان عندك الاتباع في داك التجمع، ماشي الخطاب النباحي اللي درتو البارح في اكادير وانتوما كتشطحوا وكتفرنسوا على انغام طوطو اللي تيهبط سروالو وكيهضر على الحشيش. يلا سيدي كاس من الفنان ديالنا الرائع طوطو. مع احترامي للجميع ولجميع التوجهات والمراهقين وداكشي اللي كيعجب المراهقين، ولكن حنا كبالغين راشدين من المفروض خصنا نوريوهم التربيه الحسنه، ماشي نوافقوهم على داكشي اللي كيديروا، باش ماشي كلشي يهبط سروالو ويكمل الحشيش. وانتوما كتفرمسو وكتشطحو على طوطو كان خصك تحشم على عرضك، وحنا في واحد الازمه فظيعه تتفضح المغرب، ازمه صامته اللي الدوله اضطرت انها تحرك اسطول امني تجاه سبته باش تمنع المراهقين اللي استيب سياستك الفاشله يحرقوا. اسطول امني حركات الدوله في الحدود ديال المغرب لمنع الناس تهرب من المغرب. الى هاد الشيء ما جاكمش مصيبه فضيحه، وحنا كندعي والقدره على تنظيم مونديال والناس كيهربوا من المغرب اللي استي بسياساتك الفاشله، سياسه التصدق على المفقرين والمقطعين من الكريديات اللي كتاخذ من صندوق النقد، ويخرج رشيد الطالبي العالمي اللي ما خلاش حتى الضريبه على داك مصنع النسيج اللي كان كيخدم فيه الناس في الليل، هذاك المتهرب الضريبه يخرج يقول لك حنا تنصنعوا الدوله الاجتماعيه بلا ما نقيسوا الميزانيه، تنصنعوها من الكريدي. من المفروض تحشموا على عرضكم في وسط من هاد البطاله اللي خلقتي في هاد الخمس سنين وانت رئيس للحكومه، بزاف عليك تكون رئيس الحكومه، خلقتي البطاله، الناس قبل منك خلقوا فرص شغل، انت خلقتي البطاله، انت لي بيزنس كيشدو في كازا وكيديرو فايت، وفي وسط من البطاله اللي خلقتي والاسعار اللي ارتفعات وما عرفتيش تجري السوق ديالك، الناس باغيين يحرقوا من المغرب ويهربوا. راه كارتني الحياه، راني صابره غير اجل داك الول، راه شحال من مره كليت سم الفيران، نقدوني غير الجيران، سم الطوبة كليتو الجيران نقدو لي حياتي، بغيت نعرك نلقد ولدي، وإلا ما بغيتونيش نعرك عاونوني، عاونوني في ولدي راه مريض، ديروا لي الخدمة نخدم بدراعي على جال ولدي ما تعاونونيش، ولدي خليته بالجوع، وغادي نحرق ولدي، وعدته كيقول لي ماما، ماما الله يسهل عليك، روح ماما لأوروبا باش ديري ليا مستقبلي. وانت غتشطح، كان خاصك تحشم على اعراضك وسط من الفيضانات اللي وقعت في الجنوب الشرقي، وما تقدروش حتى تمشي وتزوروا ديك الساكنه، ما كانش خاصك دير التجمع الخطابي في اكادير، كان خاصك تمشي تزور ساكنه الجنوب الشرقي ودير عندهم شي تجمع وكان عندك الوجه، ولكن ما عندكش، انت عارف راسك الا خرجتي الزنقه. واتحداك تخرج للزنقة بلا ما يوجدوا لك، تخرج تمشي في الأسواق تأكل مع الناس وتمشي في الأسواق وتسول الناس كي كيجيكم أخنوش. أنا عاد دابا جاية من واحد الصالون دو كوافور ضربتها بتحميمة بصحتي وراحتي اللي متقطع الحمامات على عباد الله، وما عارفين وصل مشروع تحلية المياه اللي سرقتي الصفقة ديالو من كاع الشركات، وكيشكيو عليا البنات بأن الحمام مقطوع كيتحل غير السبت والحد وما عنده باش يشري أدوات لوليداتهم هما اللي كيصرفوا على العائلة، وكيسبو فيك وكيدعيو عليك شي دعاوي إلا سمعتيهم
عمرك تعاود تورينا وجهك، الناس كيدعيو عليك. السي اخنوش عليك ان تخجل على نفسك، يعني خصنا نوفروا. انا ماشي رجل اقتصادي، ولكن عشنا حكومه اخرين وهذه اسوأ حكومه عاشها المغرب. اخنوش ارحال انتينا والتريكه ديالك وحكومتك كامله، ما بغيناكش، بغينا التصغير. ماشي هذا التصغير اللي وعدتي به، شنا التصغير غير في الزيادات، غير في الفساد، غير في التراجع. ما بغيناكش يا اخنوش متواجدين هنايا، وغنتواجدوا مستمرون ان شاء الله حتى يسقط هذه الحكومه. وديكاش اخنوش اتحداك تخرج للزنقه وتسول الناس وتقول لهم كي كيجيكم اخنوش. الناس كيدعيو عليك، المغاربه كيدعيو عليك. انا ما كنفهمش كيفاش كيربح الانتخابات الجزئيه، تحت ما كيشارك وديك الحفنه اللي كتصوت انت شاريها. ما عندكم شعور، ما هم شعورك السياسي. انتم حزب ماذا؟ انتم حزب رجال الاعمال التكنوقراط؟ ما هم شعوركم الاجتماعي؟ كتامنوا بالحريات الفرديه؟ كتدعم وهبيف هذوك القرارات اللي باغي يدوز؟ اولا انت محافظ اسلامي؟ اولا كتسنى حتى الملك يخرج ويحمل على عاتقه وكاهنه القرارات اللي قدر الشعب يغضب عليه كله على دوك القرارات اللي ياخذ، عاد تدخل تثمن مضامين الخطاب؟ انت ما تقدرش تاخذ شي موقف. ما هو موقفك من حقوق المرأة ومن مدونة الأسرة؟ ما هو سياستك الاقتصادية في البلاد من غير مشروع الدولة الاجتماعية الذي أقره الملك؟ واش انت النيوليبرال؟ انت بغيتي نكون بحال السياسه الامريكيه اللي الناس كيستثمروا وكتحيد عليهم الطاكس بالحق باش تخلق فرص شغل؟ ما درتيهاش، انت خلقتي البطاله. واش انت مع مشروع الدوله الاجتماعيه بحال انجيلا ميركل والراسماليه الاجتماعيه اللي من حقك تستثمر وتربح الفلوس، ولكن بما ان الدوله موفره لك الامان والاستقرار الاقتصادي فين تستثمر كطاكسك على الثروه ديالك باش تقدر تكفل بالفئات اللي ما كتقدرش تانتغرا في لو سيستيم كابيتاليست؟ يعني انت تقدر تفرض على راسك الضريبه على الثروه ديالك؟ الا انت حيدتي مشروع قانون معاقبه الاستثراء غير مشروع، انت تحيد حتى المراقبه واش ثروتك مشروع على ماشي مشروع، فما بالك الطاكسيها؟ اذا انت ما نيوليبرال، ما كتامن بالراسماليه الاجتماعيه، فمن انت؟ انت بزناس جاي تشفر المغاربه وتاخذهم كاع الصفقات ديالهم؟ من انت؟ ما هو مشروعك السياسي؟ ما هو مشروعك الاقتصادي؟ ما هو مشروعك الاجتماعي؟ هو تخرج الدار مع بن كيران وتغدنا 10 سنين اللور للشعبويه؟ ايوا شاباط تيعرف لك داكشي احسن منك. اذا نردو غير شاباط يضرب مع بن كيران، عيينا من داكشي وسالينا منو كلهم مشاو بحالهم. سالينا داكشي ديال خرج داك الطالب العالمي بدا يعاير في بن كيران، داكشي سالينا منو؟ هادوك العقود الراشيه بن كيران غير جالس بقشاب وكيقش بعيكم. سالا ما هو مشروعكم؟ هو تسلفوا من البنك الدولي ومن صندوق النقد وتخرجوا تفرقوا علينا كوكو مقرمل؟ عطيناكم نتوما شويه هاد الفئات، وانتوما الاساتذه شويه، وانتوما الاطباء شويه، هذا هو مشروعك تتصدق على المقطعين؟ انا غنقول لك شنو هو مشروعك. مشروعك هو المآسي اللي واقعه في الجنوب الشرقي، اوجه الزلزال، من بعد الزلزال اللي الناس مازال ما عطيتوهمش حقهم ومازال ما سكنوش. انت مشروعك هو الفيضانات اللي ضربوا الجنوب الشرقي وطاطا، اوجه الفيضان اللي الناس راهم كيعانيو وما قدرتيش تمشي تفيزيتيهم وتشوفهم. انت مشروعك هو الجفاف، اوجه سنوات القحط، سنوات العجاف والانفلاسيون اللي ما قدرتيش تراقب السوق والهرابه والمهربين ديال السلع. انت مشروعك هو الحريق، اوجه الحريق والبطاله، يوجه البطاله. يلا خلقتي البطاله والناس هربانين دابا تيبغيو يعوم ويعوم، ويمشي الشاب عنده 13 عام يعوم وكيغامر بان البحر يديه باش يهرب من بلاد فيها رئيس الحكومه هو وجهك. هذه الحقيقه، الحقيقه انا راه نقول لك غير حقيقه. انا هاد ربي سبحانه وتعالى خلقني اللي كتبقى تخلص لي باج باش يقولوا عليا ملحده وداكشي باش تشوه لي السمعه ديالي، وانا كنخرج للزنقه والناس كيموتوا عليا. اللي تلقاني كيعنقني ويقول لي ميسا كنتابعوك الله يعطيك الصحه، ما قدرتيش تشوه لي السمعه ديالي بدوك الصفحات اللي كتخلص. وكنامن بالله سبحانه وتعالى، وافكاري انا حره فيهم، مديت لحد فلوسه ولا صفقاته، وهضرتي معقوله ومنطقيه والناس كيحكموا عليا على هضرتي. وانا الله سبحانه وتعالى خلقني وكونني في واحد التركيبه
انني كنعرف غير نقول لواحد الحقيقه في وجهه، شي حاجه اخرى ما كنعرفش نديرها. وما نقولكش الحقيقه ديالك ملي طايح ولا حتى تموت، كنقولها لك في حياتك وفي صحتك وفي الاوج ديالك. هضرت على بن كيران هو رئيس حكومه دابا سالا كاع ما نجاوبو، هضرت على الياس العماري ملي كان كيقول لك عطيني طيارتك وانت كترعد وكتعمر طيارتك بالكيروزين وكتحطها له في المطار وهو كيجي يهزها ويمشي، وكيقول لك حط الفلوس وكتحطوا ليه الملاير كتخافوا منه كديروها حيت هو صديق صديق، فهمتوا؟ اما انا في ديك اللحظه كنت كننتقدو، هما دابا سالا نتلاقى نسلم عليه ونضحك معاه. انا ما كننتقدش الانسان اللي كيطيح، انتقدك وانت دابا رئيس حكومه ما انا ما شاء الله غتسالي وتفضي ما نبقاش نحاشيها لك. نقول لك الهضره الحقيقيه اللي دوك اللي مدورين بك دوك الحاس الكابا اللي طامعين في فلوس ما يقولوها لكش. انت فاشل وما صلحيتيش رئيس حكومه، والمخزن جابك غير باش تشري السوق باش يتخلص من الاسلاميين حيت سالاو دوليا اخوان المسلمين سالاو دوليا، كان خاصهم يمشيو في المغرب قضاو بهم غرض بمور الثورات وكان خاصهم يمشيو وما لقاوش البديل، لان الايديولوجيات ما بقاتش واكله مع الشعوب، خاصهم اللي يشري لهم السوق. جيتي شريتي السوق بفلوسك فقط لا غير، انت غير مؤهل انك تدير بلاد، خاصك تحشم على عرضك ماشي تجي تشطح على مآسي الناس. ايوا سمع لي نفسك.